اتصال من الفنان الناقد الكبير طارق الشناوي، مساك الله بالخير اخوي طارق، يعطيك العافيه. اهلا 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 اهلا، مساء الفل. والحقيقه لما تكون جلسه فيها كل هؤلاء الاصدقاء وكلنا بنتجمع على حب الفنان الكبير يوسف شعبان، فهي الحقيقه تستحق ان الواحد يكون ينضم ليك، وشرف ليا يا حبيبي واحنا تشرفنا بيك. يعطيك العافيه، شكرا على وجودك ومشاركتك. كلنا في حضرة يوسف شعبان، أحد أهم أيقونات الفن العربي كله. فعلا أستاذ، بس احنا عندنا سؤال نسألك يا كون اليوم طبعا حلقة الراحل يوسف شعبان، نبي من غير مجاملة، كان يعني يتقبل الانتقادات منكم كصحافة؟ والله أنا علاقتي بيه عمره ما زعل مني، وأنا معروف عني إن أنا دايما يعني ليا مقالات نقدية كتيرة، وبتبقى ربما أحيانا فيها ذكر بعض سلبيات أو حاجة، لكن عندما نلتقي الاستاذ يوسف شعبان كان تركيبه متسامحه جدا مع البشر ومع النقد وفي كل حاجه، ما كانش يحمل سوى الحب يعني. وانا شخصيا عندما التقيه الاقي امامي طفل قلبه ابيض، يعني لهذه الدرجه كان يتمتع بالتسامح والصلح مع الزمن، وعشان كده فضل لغايه اللحظه الاخيره من اقوى الممثلين في العالم العربي ومطلوب جدا، ويعني رحل وهو بيمثل دوره يعني. استاذ طارق قبل شوي زميلتي حصه سالت، كان عندنا اتصال وقالت ان استاذه سميره احمد قالت لها ان في مهرجان صار عندكم، في تكريم طبعا صار للفنان سمير غانم تم تكريمه، لكن مع الاسف الراحل يوسف شعبان لم يتم تكريمه، وانا واحد من الناس زعلت الصراحه، وكونك انت ايضا عضو في هذا المهرجان. لا انا مش عضو، انا ضيف بالمناسبه. ضيف، انا ضيف مش عضو، بس ضيف على المهرجان، لكن هم عملوا تكريمات لكل الراحلين يعني، ذكروا اسمائهم وكده، ولكن فعلا اتعمل فيلم عن سمير غانم. صعب قوي يتعمل فيلم عن كل النجوم، لكن انا مؤكد ان يوسف شعبان هيتعمل له اكتر من تكريم، لسبب انه يستحق كل التكريمات. يعني اذا كان المهرجان ده عمل لفنان كبير زي سمير غانم لانه مرتبط بالكوميديا، والمهرجان يميل في تكوينه اكتر لللايت يعني للكوميدي، فهم فكروا في سمير غانم، لكن لم يتجاهل احد يوسف شعبان. ومؤكد انه مهرجانات كتيره مش بس في مصر، في العالم العربي هتقدم تفاصيل كتيره واعمال كتيره عن يوسف شعبان، مؤكد ان شاء الله. الناقد الفني طارق الشناوي، شكرا على مداخلتك، يعطيك الف عافيه.